يا مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من عالم العالمين. فعاليات مهرجان العالمين الجديده لسه مستمره، ووصلنا خلاص للاسبوع قبل الاخير من المهرجان. فعاليات من كل اشكال المتعه والترفيه، سواء كانت رياضيه فنيه او حتى ثقافيه. النهارده العالمين على موعد مع حفل فني ضخم بيحيي فريق كايروكي، واللي بيعتبر واحد من أهم وأبرز وأقدم الفرق الموسيقية في مصر، وخليني أقول المنطقة العربية بشكل عام. مش بس كده، كمان هيكون معاهم المطرب تو ليت، واللي في الحقيقة خليني أقول هو فعلا قالب الدنيا بسبب طبعا الماسك اللي هو لابسه، ومخليه شوية شخص غامض. ففي تكهنات كتيرة قوي حوالين مين هي شخصية تو ليت الحقيقية. في الحقيقة تو ليت عامل حالة كده لطيفة قوي، والحالة دي موجودة بره على سيا على كذا مطرب بره، لكن كان أول مرة يعني مطرب كده عربي يبتدي يعمل الحركة دي ويثير الجدل بسببها. النهاردة تو ليت هيكون مع كايروكي على مسرح واحد، وإحنا هنا في عالم العالمين هننقل لكم كل حاجة لحظة بلحظة. الفعاليات كلها موجودة هنا معانا، كرو أو طائم عمل عالم العالمين موجود على أرض مهرجان العالمين الجديدة، فبينقل لنا لحظة بلحظة كل حاجة بتحصل هناك. خليكم تابعينا النهاردة في الحلقة عشان نعرف مع بعض إيه أجواء وكواليس الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة.